ما استحيتوا انتوا، ما خجلتوا، ما قلتوا باكر اعلام يواجهنا، باكر صرخات لامهات، باكر صرخات لاطفال، انتوا تقررون بهاي الطرق؟ ما خفتوا من الله؟ ما خفتوا من الله؟ مو انتوا بهذا الظلم عبرتوا على اولين وعبرتوا على اخرين؟ جرائمكم هاي ما حد سواها قبل، والله فرعون ما اجرم بحق الناس مثل ما اجرمتم انتوا. اولى هذه المناشدات حقيقة رسالة للأخ أبو تبارك، يقول أنا أريد لقاء تلفزيوني معك لشرح مظلومية ذوي الإعاقة. الناشط أبو تبارك من الديوانية، وأريد جواب. إحنا تدري الآن أنا راح أخذك وأريد أفهم منك، أنا دائما ما أهتم بهاي الشريحة. أبو تبارك شلونك؟ السلام عليكم أستاذ نجيم، تحية لك وتحية لقناة التغيير وكادر قناة التغيير. حياك الله أبو تبارك. شنو قضية ذوي الإعاقة؟ نجم، أنت كلامك بالبداية كلام عظيم ورائع جدا. طبعا المشرع القانوني اللي شرع قانون ذوي الإعاقة رقم 38 وقانون 11 لسنة 2014 ظلم ذوي الإعاقة ظلم كبير حقيقة. أي ولا تقول قانوني أستاذ نجم، يعني مثلا شرح لك القانون كله انه يتحدث عن المعين فقط. يعني هسه لو انت تشوف استاذ نجم، هيئه ذوي الاعاقه تتعامل ويا الصاحي ويا المعين. حقوق المعاق وين استاذ نجم؟ حقوق المعاق وين؟ ليش يعني القانون ما اشار الى حقوق المعاق؟ يعني ما شاير استاذ نجم. شوف القانون الماده 17 من قانون 38، شوف استاذ نجم يقول يتقاضى المعاق عانة نقدية من شبكة الحماية الاجتماعية ما يتناسب مع نسبة عجزة. هنا جماعة شو مسوين؟ مطلع الصاح والمصاح نفس الراتب. طيب ليش لا يقول مع ما يتناسب مع مستوى عجزة؟ أنا أسألك، اللي عجزة 100% شو يطونه؟ يطونه 125,000 أستاذ نجم، والصاح 125,000. اللي عنده عجز 100% يطونه 125,000. نعم 125,000 يطون أستاذ نجيم هذا اللي ميت سريريا، وتجي للصاحي يطون 125 نفس الحالة. وين العدالة هنا يا دولة؟ أيه. رئيس الوزراء نايم قاعد، أنا أرد أسأله سؤال، نايم قاعد داير بال على هاي الشريحة؟ لو بس رئيس وزراء وقاعد على الكرسي، وهاي هي أستاذ نجيم. هنا عندك المتراكم، أكو واحد هسه بالدولة العراقية ما مستلم راتبة من 16 وال 17 وال 18 وال 19 وال 20 وال 21 وال 22، بما أنه المعاق يتعاملون ويا ذولا من اللي ما مستلمين هاي السنوات أبو تبارك؟ شوف أستاذ نجم، يا اللي ما مستلمين المتراكم كلهم المعين المتفرغ ما مستلمين المتراكم مالتهم. اللي شنو معنى المتراكم هنا؟ المتراكم أستاذ نجم رحم الله والديك، سؤال عظيم. المتراكم طبعا رئاسة لجنة هيئة ذوي الإعاقة، أعضاء الهيئة صوتوا على أن المعين المتفرغ يتقاضى راتب من تاريخ تقرير صدور التقرير الطبي. الجماعة شو يسوون؟ يصدر التقرير بال 2016، حطوه بال 2019 راتب راتب، والبقية الله وياك. شلون الله وياك؟ عمي غير قانون. زين المعين ايش قد راتبه؟ 170,000 دينار أستاذ نجم. يعني أكثر من المعوق. اي اكثر من المعوق، وهو بالعكس المفروض اكثر ياخذ، لان يثني جهده وحياته كلها للمعاق هو المعين. لا من تعيين ينحرم استاذ نجم، لا من طلعه، لا من زياره. من يراسى ذوي الاعاقه الان بالعراق؟ مليونين و300 استاذ نجم، مليونين و300 معاق بالعراق. تطلع منهم جرحى، اخواننا الجرحى اوجههم الف تحيه من القوات الامنيه. أي. تقريبا يصفى المدنيين مليون ومليون و400 هيك هالعدد، ما قادرين يتعدلون قانونهم ذول يعني المليون و400 نسبه عجزهم عاليه. 728 برلماني كل واحد طاق لقاط ورباط، والكم وين القانون؟ عدلون قانون يا معودين، خلوا المعاق ياكلها خبزه. والله والله متنا يا استاذ نجم. لا انت معوق أبو تبارك. لا والله أنا ابني شل الرباعي أستاذ نجم. ابني شل الرباعي. يطونه 125. أي والله 125 أستاذ نجم. أي. وتجي بالاستقطاع 123 يصفن. أنا أشكرك. الآن رئيس هيئة الإعاقة بالعراق المسؤول، هسا أنا أعرف إنه هاي مرتبطة بوزارة العمل والشؤون الاجتماعية.
أريد أسأل الدولة، هاي المية وخمسة وعشرين الواحد معوق بنسبة 100%، زين شو يشتري بيها؟ شو يعيش بيها؟ شلون تم احتسابها؟ والمشكلة المعين المتراكم مالته ما ياخذ. زين يا سيادة رئيس هيئة ذوي الإعاقة، خلال هاي السنوات ما حكيت، ما قلت، ما طالبت، زين ذولا يقع أجرهم على من؟ سؤال بسيط كلش. يعني هسه هاي المية وخمسة وعشرين إذا أعطيها الحمودي، يعني حمودي ذولا ولد الفايخين، لأن هاي الدولة بيها واي حموديات، وما حد وصل الدولة لهذا المستوى غير الحموديات اللي بالدولة. يشتري بيها جواريب؟ لا والله جواريب حمودي أكثر من 125 ألف. زين هذا شل الرباعي، هذا أبوه، ما استحيتوا أنتوا، ما خجلتوا، ما قلتوا باكر إعلامي واجهنا، باكر صرخات لأمهات، باكر صرخات لأطفال، أنتوا تقررون بهاي الطرق؟ ما خفتوا من الله؟ ما خفتوا من الله؟ زين أنتوا بعدين ذول النواب اللي اشتغلتوا بهاي اللجان على مدى 18-19 سنة، ما ناقشتوهم للسادة الوزراء، ما ناقشتوهم للسادة الوكلاء، تعالوا انطونا هاي التشريعات، وين هذه التشريعات؟ كيف أقرت؟ وفق أي مبادئ معوقة الطي يومية 4000 دينار وطبقة البيض ب 7000 دينار؟ ردينا مثل ذاك الوقت استاذ الجامعة راتبه 3 دولارات وطبقة البيض سعرها 7 دولارات، ومن واحد يسولف برا يسوونه هيك ومرة يسوونه هيك. مو انتو بهذا الظلم عبرتوا على أولين وعبرتوا على آخرين، جرائمكم هاي ما حد سواها قبل، والله فرعون ما أجرم بحق الناس مثل ما أجرمتم أنتو. مشلول شل الرباعي تطول 125، هو التشن منين جايبها؟ جايبها من بيت الخلفك؟ لازم تكون أكو عدالة بالتوزيع للناس حسب استحقاقاتها.